موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قصف مكثف بقذائف الهاون والمضادات الأرضية يستهدف أحياء درع البلد وسط اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في محاولة من قوات الفرقة الرابعة التقدم إلى الأحياء المحاصرة. الدفاع المدني يعلن مقتل 4 أطفال وإصابة 5 آخرين بينهم حالات حرجة إثر قصف مدفعي للنظام استهدف بلدة قسطون بسهل الغاب غربي حماة تزامنا مع قصف بالنابالم الحارق على بلدة الزيادية بريف إدلب أدى لسقوط جرحى. السلطات الأردنية تعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب عبر الحدود السورية قتل على إثرها شخص من المهربين وأصيب آخرون. أمين سر جمعية حماية المستهلك في حكومة النظام يطالب وزارة التربية أن تدرج في المناهج التعليمية المدرسية قضايا تتعلق بحماية المستهلك بهدف توجيه الطالب نحو كيفية إنفاق الدخل وتعليمه على التأقلم مع الفقر. منظمة اليونيسف تعلن توقيع اتفاقية مع جامعة تركية لتدريب 12 ألفا من المعلمين السوريين المتطوعين في المدارس التركية. وزارة الحج والعمرة في السعودية ستبدأ استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.